صدور تجد خسارة يحرضوا الشيالات. بالمناسبة تنديروا هذا النشاط اللي كل سنة تنديروا في نهاية السنة، خاص هذا العام هذا درنا هذا النشاط هذا فكر اتصالي ديال الوليدات في سلو الطروي، كاين واحد الفئة عندنا ديال الوليدات الصغيرة المساكن، يعني خاصهم لقيناهم الطبيب الاختصاصي يدوز ليهم العدد 9 الأطفال اللي استفدوا من هذا العمل. العدد ديال الكراسي، عدد الكراسي 9 الكراسي، وكاين 4 ديال الأحذية. باش يعودوا يزيدوا هذا الكار للترويض الطبي، كنطلبوا الله تبارك وتعالى يجيب لهم الشفاء كلهم، لا هذا ان شاء الله اللي خدموا ان شاء الله الله يجيب لهم الشفاء. وتنشكروا الحضور اللي حضروا معنا الاخوان ديال الصحافه كلهم في الجميع، ماشي غير الاخوان اللي معايا دابا، حتى الاخوان يعني اللي ما حضروش هما تنشكرهم، يعني اللي عندهم التزام تنشكروا الناس العماله فؤاد المنتج رئيس قسم العمل الاجتماعي، رحموني ممثل قطاع الصحه، خديجه الشيكي ممثلات عن نيابه التعليم، المجتمع المدني ككل، مدير دار الشباب، كاغيطاس مغروك اللي غيجدد معنا الكونترا في 2016 ان شاء الله، اللي غيكون خدام اللي غيكون خدام على حساب الفراغ ديال بعض الطيران. تنشكرهم انتم والدين والمحسنين الدين، هذا الدعم هذا مادي، هذا الدعم هذا تنديرو معاهم اون كونفونسيون اتفاقيه شراكه تتمول لنا واحد الطرف من المؤطرات، ولا تتمول لنا واحد الطرف من بحال بسيكولوج لوقوفوني طبيبه نفسانيه، يعني تحطوا لهم مشروع هما تيمولوا. هما دابا راه الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى غادي يجدوا معنا الاتفاقيه شراكه. بالنسبه لهاد الكراسي وهاد الاحذيه، الدعم ديالهم واش 100% المبادره ولا كاين محسنين؟ بالنسبه للدعم ديالهم كاين اللي ندراش اللي عطى 70%، والبقيه تتقلب عليها الجمعيه مشاركه من المحسنين. محسنين هنا في عين حروده ولا خارج؟ خارج عين حروده. محسنين عين حروده قلال اللي تيتعاونوا مع الجمعيه، حنا اغلبيه المحسنين اللي عندنا من خارج عين حروده، بستنا جوج الناس. واش شركة هاشاني سوز كابينو، هما أرباب معامل كلهم اللي تتعاونوا معنا كلهم من خارج عين حروده، والله لما يكونوا خارج عمالة المحمدية كاع، كاينين هاد جوج شركات هما كاع الشركات بحال الإسباس بطال، السفيلات سميتها سوز كابينو اللي كاين في عين حروده، هاشاني اللي كاين في عين حروده، إسباس ميطال اللي غادي نعاود نذكر اللي تعطي الإعانات من رمضان تعطي الإعانات الرمضانية، كاينه سفيلة حتى هي اللي تجيب الكروش للوليدات.